أهلا بكم مشاهدي قناة الحياة الجزائرية في موعد أحوال الطقس لأكثر تفاصيل عن الوضعية الجوية، والبداية بنشرية خاصة من مصالح الأرصاد الجوية تحذر فيها عن استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر خمس ولايات شرقية. الولايات المعنية هي كل من سوقهراس، قلمة، عنابس، كيكدا والطارف. نمر إلى الوضعية الجوية المتوقعة لظهيرة اليوم الثلاثاء واستمرار تساقط الأمطار بالسواحل الشرقية حتى المناطق الداخلية الشرقية، سوف تكون مصحوبة إذن برياح قوية. عودة الاستقرار تدريجيا، استقرار مؤقت بمدن الشريط الساحلي الوسطى حتى الغربية مع سماء من صافية إلى مغشات جزئيا. نفس الوضعية الجوية اتجاه الهضاب العليا الوسطى حتى الغربية حتى على شمال الصحراء، إذن سحب كثيفة ونشاط رعدي وخلايا رعدية بالجنوب الغربي واحتمال لتساقط بعض الزخات من الأمطار الرعدية. تبقى الأجواء مستقرة اتجاه إذن مدن المناطق الجنوبية الوسطى حتى الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب الجزائري، نفس الشيء بالنسبة إلى مرتفعات الهجار والتاسيلي. درجات الحرارة لظهيرة اليوم 23 درجة بعنابة، بالعاصمة 21 درجة، على سطيف 20 درجة، 26 درجة على وهران، 30 درجة على غرداية، 24 درجة على البيت، 30 درجة بإيليزي، 33 درجة على تامن راس، 30 درجة على تندوف، 36 درجة على أدرار، على جانيت 31 درجة. الدرجة الدنيا لظهيرة اليوم 18 درجة بتبسة القصوى، 42 درجة، وهذا بأقصى الجنوب الجزائري. نمر نشوفوا الملاحة وأحوال البحر لنهار اليوم. البحر سوف يكون مضطرب إلى هائج بالواجهة الشرقية، تصل سرعة الرياح حتى 40 كيلومتر في الساعة، فيرجى توخي الحيطة والحذر من هادئ إلى قليل الاضطراب على بجاية، العاصمة شلف وتلمسان، وسرعة الرياح تتراوح من 15 إلى 20 كيلومتر في الساعة. نمر إلى الوضعية الجوية المتوقعة لصبيحة الأربعاء. عودة الأمطار وعودة الاضطرابات الجوية، إن شاء الله أمطار خير على مدن الشريط الساحلي الوسطى حتى الغربية. تبقى الأجواء مستقرة اتجاه السواحل الشرقية، المناطق الداخلية الشرقية حتى الهضاب العليا الوسطى والغربية، سماء من صافية إلى مغشات جزئيا على شمال الصحراء، الصحراء الوسطى، نشاط رعدي بالجنوب الغربي حتى على تامن راست، واحتمال لتساقط أمطار رعدية غزيرة مصحوبة أيضا بزوابع رملية موسمية. تبقى الأجواء مستقرة اتجاه الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب الجزائري مع بعض السحب العابرة. درجات الحرارة لصبيحة الأربعاء سوف تنخفض، بالعاصمة 19 درجة حتى على سطيف، 21 درجة على عنابة، على تبسة 23 درجة، 33 درجة على ورقلة، بغردية 29 درجة، إذا بالبيض 21 درجة، 30 درجة على تندوف، 37 درجة على أدرار، 38 درجة بعين صالح، على إليزي 30 درجة. درجة الدنيا 19 درجة بالعاصمة والقصوى، تصل إلى 43 درجة بأقصى الجنوب الجزائري. نمر نشوفوا الملاحة وأحوال البحر لنهار الغد الأربعاء. البحر سوف يكون من هادئ إلى قليل الاضطراب، إذن على بجاية، العاصمة شلف وتلمسان، سرعة الرياح تتراوح من 15 إلى 20 كيلومتر في الساعة. يبقى مضطرب بالواجهة الشرقية على عنابة، وتصل سرعة الرياح 30 كيلومتر في الساعة. كان هذا كل ما يهم الوضعية الجوية لنهار اليوم وصبيحة الغد الأربعاء.